حياتي من السوشيال ميديا من قناة هي. كنا عايزين بس نسألك شوية أسئلة. جاهز؟ لا يلا بينا. ماشي. لو كنتش دكتور تحب تكون ايه؟ ممثل طبعا. وش فاكر أرخم مدرس وانت صغير؟ طبعا كان اسمه ايه؟ الهامي، استاذ الهامي الرياضيات. تمام. احكي لنا أصعب مقلب اتعمل فيك أو انت عملته. لا انا عملت مقالب كتير، بس انا فاكر كويس ان انا مره لميت اصحابي وصحيتهم مخصوص عشان نصلي الفجر، ويعني عسفتهم يعني، مش عاوز اقول لك يعني. وبعدين بعد ما ابتدينا نصلي انا خلصت الصلاه السريه وسلمت وقمت وسبتهم بعد كده مكملين لوحدهم. عمرك جريت من الخوف او وايه الموقف اللي انت جريت منه؟ من كلاب. لا جريت من كلاب كتير لغايه ما اتصاحبنا يعني، بعد كده بقينا اصحاب. خلاص كده. تمام. لو كنت طائر او حيوان هتحب تكون ايه؟ كلب برضو. بعد ما اتصاحبنا بقى. ايه اكتر حاجة بتستفزك؟ كذب، ما بحبش الكدابين خالص. ايه النظرية اللي عمرك ما اقتنعت بيها ابدا؟ نظرية اللي هي خش هتجيبك، اللي هي يعني انت بتعمل حاجة سلق بيض ويعني مش مركز في شغلك وبتعمل حاجة اي كلام ومقتنع ان ده كويس وهيعدي الدنيا. لا مش هتعدي. ايه الحكمة اللي عمرك ما آمنت بيها؟ مش عارف اقول لك، بس يعني في كام حاجة كده في دماغي، مش عارف. مش قادر تمام. اقول. طب قول لنا حكمة انت آمنت بيها ومصدقها قوي في حياتك. الكدب ملوش رجلين. تمام. هنقول لك اسم أغنية وترد عليها بإجابة أو تقول لنا الأغنية دي بتاعت مين. ماشي. غلطة وندمان عليها. هاني شاكر. يا ريتني. هاني شاكر برضو. ولا على باله. لا ولا على باله، مش على بالي الحقيقة. مش على بالي. مين صوت اللي على الكولت باله؟ العريض. بيحاول يغششك يا رب يغششك. الجسمي. بالظبط كده. آخر حاجة بقى كلمة تقولها القناة هي. انا مبسوط قوي ان انا مع قناه هي. الحقيقه قناه بروفيشنال، انا ادعي يعني ان انا كنت في قنوات مختلفه وصورت كضيف واحيانا قدمت برامج، انما الحقيقه بتقدموا حاجه فعلا كواليتي هاي. ماشي. اتبسطنا قوي باللقاء مع حضرتك. انا اتبسطت اكتر.